الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكب وقل لحدني اللبات يكمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب تحريم الوسال في الصوم. حبابي هاي إني حرمت هاي صوم كل حرير الشه لبما المضى الاسكحجية صحور لآن يا أفر لآن، وهو وسال كنا أن يصوم وإن روح الصوم يومين لبما الموت أو أكثر أو كبدا، ولا يأكل حقنا وحبوسا عن ولا يشرب بينهما لحظنا وصحب عبين. حديث عائشة في حديث أبي الرباب كشخه كاني عن أبي رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسال نبغو مضوح وكره بصومك والحريري. متفق عليه نبغو وسالك وأبنانا أسهو أمضنا حرام بكي هاي سيدا اللو بدأي هاي وددنا كراهي كوحن باران. متفق عليه حديثك عائشة وكل رأي إمامك وحديثك أبي هريرة وحديثك عائشة وإن صوم مرة بابك لباتن يتضبط بأنك صوم مرة حديثك لباب بقول صدر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال نبغ مضح وكره بصومك ولا حريريو. قالوا وحد صحابة مركا نبغ حريريني إنك أذوق تواصل نبي الله صومك أذوق حريري ساي محد أنك نقول دي. قال سبحانه وحوري إني أنا ولست مي مثلكم إذنكو كلامي حق أودي يحق أحكام تبا ميلا بدون وكمدة إني أنا أطعم والله يقول شاء أودي أحد وحنيبا لي قشا وأسقى والله ورابي أمركا أبادنا حجرية. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وقال لسكوا وافق حديثك ابن عمر كي عائشة كي أبو هريرة سيدو كالي لكن محايد أنه تلمامه محقق إن حديثك عائشة وصهر مري. قد يضى مركا وخصائص النبي عليه الصلاة والسلام يوقع عددي أهيد إن لك لقاضوا لبضى الشيء نسكمتك أهين نسكمتنا لقاضي قال لبضى الشيء نسكمتك أه نبقوا هو عدي إن أصغي أمضى إكلا دواني إن حق ويسالك أود الصون كإكلا دواني مركوا أبهضوا. وحاكلوا كتيرا عند الصحابة إن الأصل عند الصحابة والتعليل تعليل الأحكام وهي حكم شرعي كتابك القرآن كي كسوا أروراء مصنة كي مادة عند الفقهاء والمسلم والصحابة وحوي إن علاي حكمة أوليه مركو نبي كره بي وسال كحق أن أركان أي صغو إنو حريرين أيو إلا دي ويديين نبي الله إنا كود يانا أصلا هيدا محاك إن أدوغو أن قدو وناتو أوعد إنو عليه الصلاة والسلام. وحاك الله كجر حديث كي قاعدة أصل قاعدة إن مكلفين تو أصل كود أي كسميهين أحكامته إلى الله له دليل خاص مويه هو شرط لنا ورحمة بالعباد رحمة بالعباد نبي يقول وضن قنا يو أن حريصنا يو مديسة وح وحربي يا أما إيسن أودين إنه إن لقوم الشقيين أيقونا إيسن لقين إسكم الشقيا. باب التحريم الجلوس على قبر. حديث باب كان أخوك يعني باب كحالي إنه هوس كأنا يا هيد أو إسكم وكدقو أما وكاس دي وصدقو. باب النهي عن صلاة القبور باب كي حلا إن سوما لاب صدح بولا فرتني اللاب حديث كون تضاب قل كونتوني تضاب أها باب كأنه وضع ترجمة وضع رأيه وحديث هالمركوك كأنه أما باب كاس ديبو صور دقاي أهيد. تحريم الجلوس على قبر إن قبر روح مسلم دش الغفر فريز تقبر قال لها الله هي وقبر مسلم أحاديث تكلا قيدي روح مسلم قبر إن الغفر فريزته أما لوجود دنقي قصده أما لو قدنا قلتوا إن الله أقلين حتى أما لو استاقوا أما كبر كبر الله رح سعوا قبورة مسلمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم متكين إنه كفريستو على جمرة لحل ضبأة وفتحرق أي قبتو ثيابه ودر كيسي لبس كيسة فتخلص أي أقذبتو إلى جلدي قن كيسي أقذيس أي خير له أو خير بدن من أن يجلس إنه كفرس على قبر مسلم بلوجد قبر روح مسلم قبره يعني روح مسلم قبره إن كفرس وحاك هذا أنت إن آدم بيل دبا كفرس أما أتكو استاكتو ورر كذا أي قبتو أديك أجن كذا بدن كذا أي قبتا هذا أنت محيي لمت كاني ودباتاء الدنيا وضب كاسي والله كعو والله عفني أما آخره dib kiisa dibkeediba ku jira in qabri ruux muslima ku dul fariisato marka dibka dunyowiga iyo midka aakharo midka aakhara daran bu nabigu nabi kaleey salaatu wasalaam. rawahu muslim ba hadith ka wariya iska badaa in lagu fariisteed bisuna waxa ku garanaysa nabigu inuu diiday in kaba la dhaxsocdo maqaabirta iyo qabuurta
صحابي بشم الخصاصية حديث كيس وكنا بقودي ذي إلا يجري نينك لبلا كبوت قبو سيب كبها وحرمة الروي إن مسلمين تمقابر تولو كبر الأرض حق هذا سيد يقولي بسنة يين أيوة والنور دحوا إن كبر الأرض حسعوده هذا يدين كوفا فردية هدي روح كبر إن الأرض حق هذا وادي بسنة إنسان كبها ما تسيب تتبلي ذي مرك مسلم كادو لنتي أدوم وتنيا بس كحرمة ويجي باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه وحباب هاي ريبد الله يسكر عن تجسيس القبر قبر إن لا نور ذي أم الله شميته التجسس ومن الجس جس جنا وباش شميت ذي تقانا يوال بناء عليه إن قبر على ديسو وحلقود ديسو محي القبر هدو يا قبر وق حبالة وقف ومسلمين تكرد حيانا وبحرام بالإجماع لأنه اسمه هذا شغل وملك ماله أنت الروح مسلم كوالك أكو حبالة كلية يلحق له هاي إن الدرب ورج سأمر دع حد صار طواب ممنوع وهي هدي دول أذو أذل هذا أوي هاي أما مال علون عندنا بن آدم كحكي أذوالك أكو حبالة سنة نهي خاصة بكو هاي استول لغو ما أقول سنة أهم سبا سأهم بلغو ما أقول عن جاب بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لما دوح وكره بي أن يجسس القبر قبر حباشة إلا نور ذي أم الله شمينتي وأن يقعد عليه إن لغو فريست أما دانا قدشي السحرية كادها لغو فريست أما إسك يد بكرزيان الله وقال دكتين الله وقالي وأن يبنى عليه إلا دسان لما أقوله إلا شمينتي لما أقوله إلا نور ذي لما أقوله إن كرلو تاق لما أقوله إن لغو فريست لما أقول رواه مسلم حديث كجاب الروايات كيسا وحاكمية سيدة الترمذي أبو داود غير كتبة أي وريين وأن يكتب عليها إن قبور تدوش دوح لقو قور النبي وادي ذي وأن توطع إن لقو استاغنا وادي ذي إن لقو استاغوا لقو جوكسدو أما وحلقو قورو أما الله لسوء الله تاغو مقامي كرلو تاغو إن لنور ذي الله شميته إنتو النبي وادي ذي رواية أبو داود وأن يتكى عليه إن لقدن كسد حتى الله شق الله يستو لقد اكتبركنا لما أقوله صحابة قاركو ذي اللي قسو قوري إنا يكو تيرسن جي مركة قاركو سيد عالينا كما سوقنو هدو سوقن يهينا حديث كان سوق قال إنها يقع علي رسول الله عليه الصلاة والسلام الإمام الشافعي في الأم حكوي لي ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى أئمة ذي ريمة تابع أتبع التابعين الكبار أها يا فقهاء ذي رحمة كوحان سوغاري وحي قبر إلا دي سدمية وعمل كمسلمين توسيدا سوكود برير الصدي شافع أمك سيدا كليها ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى أئمة دي سياسة دا فقهاء ذي معلومة دا كو أمرادها كل واسوة دا قليان لما أقلين وهول سبا قد الكتمد وبدع دا الشيعة دو إيو قليهان سوفية دا إلي ما دا أمة دا يكسو كردين آفاد أو وحاكلوا حاكم وري حديث حسن سيد الراجح إن النبي وارك عليه الصلاة والسلام نين قبر كدن جيجو شقلة استأمر بركين كدك تي مركز يقول لا تؤدي صاحب القبر روح قبرك إسكلا هدبنا كك على قبرك يعني هذا ضوف فديه إسكعادي هذا روح كوس يحضر بركين كدك تو كدن جيكسده واضح في سنة يسا روح مسلم كلا حبالة حباش إن شقل كلا سارة أمر الله وتر صدنا لما أقوله لما أقوله حديث كي أصوك لو حكي مدء بابك لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم نوح عليه الصلاة والسلام إن لم بالضبع عكت سارون كو استاغ على عشة أما سيف أفبضا أن كو استاغ إيا ورا أن عكت سارو أما أن لقتيد إيا اسكتول كبتيد أدن كي يلا اسكتول كبتيد وحكا حنون بضا مجرهات مضارع انتي اللي قليا من محارة من مضع إن كبت هذا اللي سكت له عقت هذا أي أن كتش على هيبو النبي عليه الصلاة والسلام إن عن قبر مسلم كدر السعوده مركها وش سخطر وين مقابرت المسلمين تسكا إلى علي حد جذب كيدي حرم الضرد إذا أتوقع زن إنسان إسكا دورة باب التغليد تحريم إباق العبد من سيده وحبابي هاي أنا أتكنت اللي أتكيي حرام نمت كأظن كأنه كعرر وكبح صدو سيد كيسي وقاس كيس كلها عن جرير بن عبد الله البجل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أظن الله أظن كعبق كبح صدى كفيك تعالى من سيده الرواية كله فقد برئت منه الذمة ما غنت ألا بركه فقد برئت وحكبر نغت منه من العبد الآبقي الذمة حلك مسلمين تأما أمانك وردن بابنان كاوي رواه مسلم
وعنه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد أدونك أدو عرره أو بحسده لم تقبل له صلاة صلاة الله أقبل ما يرواه مسلم. وفي رواية رواية حدثك أولي وحاكو يمت فقد كفر وابا قالوا بي إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك رواية سننك لم تقبل له صلاة. وفي رواية إذا أبقى العبد إلى أهل الكفر فقد كفر روايتنا وكنت ميد حديث كان مركه واحاديث تدلي شدان خوارجته يدد كو غاليسين جري ذنوبته يا معاصي دي كبائرته وحا كلو دلي شدا معتزله او قبا روح صاحب معصيته اي كو دنتي دنبغا اسغن كتوبد كينين انو نار كو واري حديثنا يدلي شدان جمهورتنا وحي اسكو داي اني كجوابانو جواب اي كبخيا او اه كفر غاني وكفر اصغر يدهدين أما هذا نجدي دان وكفرجي أكبر كأيو أظن كمستحيل كبرنا يستي إنه سيديالك يوجسدي سو كعرره متكوي متك قال كأه لأن هذو قالوا بنا نارنا وكواريا هدي النار نارنا وكواريا جنان أركب مهاي مرك إن عندها أنا أظن كاني وأظن عرري برنا يستي كعرك كبحثت سيد كيسي برنا يستي وأنا كافر لأن معاصي دي كبائر تنينك بنايستي وكفري تاسي ومسلو إن لجل هذا مرك وايه هاي صلاة الله أقبل من وحلوك جيدا ثواب كذي بايران أي أمال لوايه لكن أيضا ويأصحيسا على اتحال جمهور تحديك مرك يقابك أفسرين ميسان لغنين معانيهيسا رواية كان ميسان جمعنين صدرت التأويل كجمهور توحدي ابن صلاح باديدي نونا ورنتي بويري. ولذلك الإمام أبو داود حديث كان مكسونا كيس كسوة صار وحقوق بابا كل حكيني باب الحكم على المرتد كل حكيني كتاب المرتدين أيو قنتي كتاب الحدود بك أيو قنتي كتاب كوين كدبنا وحقوق قنتي باب الحكم على المرتد ننكر الدوبي حكم كيسيب قنتي حديث كان هوس كيني باب الحكم المرتد بوس كان نسائي كتاب المحاربين أيوه كان حديث كنا باب كاسو كان إذن إن حديث كروايات كسائي جمعيان بيئة هاي جمهورتو إنتي سنسكودي إني خوارج جوابان أما جوابان معتزلة وعيدية محاينو كوضنا وحاينو كوضنا حديث كروايات كسو كعدي هاي إن أدون كان أقالي هاي ودين تبرنان ككية إسلام وشغل السنكولة هاي كو شارع مؤرنين أيما عبد هارباء رواية كوردنبو وحاكو يمد أيما عبد أبقى إباق يهروك نواكل الدوينه لغة عربات إباق وحال لي جادا أدونك أما وقفك إنو بحصدو عرر أصوان واحد لبا أن لو جيسنين ميشو كعرر أيو أصوان لبا تكوقا بن لبنا أن لو جيسنين أحد كعرر يرحب أوسنيين إن عررتا إباق لي جادا. ولذلك النبي الله يونس محل الله استعمالي هرب الله ما محل الله استعمالي إذ أبقى إلى الفلك المشحور ربي جبا وحيالي حلبا لودر وحال أمد الدين كقارسي وحكالو كوية لعضوه متشرو طيقاتانا وخير هدي ديدانا حلكم مصر هذو أدونك كعر سيد كيسية بقر كيسة من غير أذية ولا ضرورة بإباقة الليل هذا. أما الهروب والهرب لبعض معنى بقول النقضة meel ugu dhibaateen aad ka baxsatana waa la yiraahdaa meel ugu dhibaateen inaad ka carartana waa la yiraahdaa saadarteed waa daqiiq ash-shaari' fi al-fadihi ikhtiyaarkoodu ahkaam baa ku xiran marka adoonka ka cararay sayidkiisi oo muslima dib asagoo loo geysanin cudurdaar laan way horta dulmi kama cararin dhibaato loo geysta kama carrayo waa nin kibro bilaash u cararay riwaayaadka sunanka يا مسلم بسون نقض وليبا إلى أرض الشرك فقد حل دمه باكجر رواياتك فقد حل دمه لا تأويل له بحل أولو كلام متشرو هذا فقد كفرت مت أبقى الله استعمالي إلى أرض الشرك الله استعمالي لا يري فقد حل دمه كفر يديك بنا يمحويا وكفر أكبر ما الله بنا مرك إلا أولو خوارج من ردين انتات جدا هذا أما معتزلو الحديث كما يقول عن اللهين وقرتجيح وقننف أتقع عليه صلى الله عليه وسلم رأيك وحاسحان أبو داود يصنك أصحاب الحديث
فقهادودو معانيدا احاديث تراجمتي كو يكو كسب يكو دمايستيرتان دنتو دالكاس كو فشدان هذول مري مركزي إسك سدفع أما أفضل سنة سبب أبو داد جنتيو بخاري جنتيو جنتيو محن كل هذا النسائي ابن ماجة سيد نبي راكو ذول مري معنا بدن باكوجرا أفر سوليكا نكاني أضونكا كعر سيد كيسة أصلا واحد بلوجي سن مسلمين دلكوت كعر دل قالوا وعر وكافر نس كانوا تصية وحكى قص يدرون مال مر لهين صحابي جرير أقول لك محدثك قل لي سنو صوق أبسن ولا ما يستريح رواية كمسلم وأبقى عبد لجرير إلى أرض الشرك فضرب عنقه وكتم أسجن جرير أظن ولا هبا بحث ذي وضن قالوا بحث ذي أيضا مقدم الدري نحن لو قاري ولا الدليل معنى ذو ما مرتد ومرتد مركو ما به إلى تراه ومستحيل إيوه و و و وصاحب ولاولها يا ابدا مناط هو محي اباق حق لا عريا مسلم دل الاسلام جو حق لو عريا دل قالو انك هو محي وله سب موجستين مسلمين تنو نعي ايغنا عركي هي قالنا او ربو نك دباته كعري اما ظلم المسلمين كقحي وليس ملها زهري بأسوق وقانصدا إنه وعر وضمضة قال هذا أي أنك أضيق إن عبد الولين عبد الملك ها يودنت مد بأوه هنجب وحور مالين كان أنو خلافة قبط إنه وليد هايو إنه يشام هذا محسوسته يا وحور وزهري وورك هذا ولا بحين وحديث بثأوريسا أنا قريب إنه ما يسبع إنه متى قرس المالين كان حلك قبطه قرتكم مكان سود يرجع روا صعيد ورسول ربنا هلك أي وبحصد وضمضة غيرهم وقال إسوديه ظلم درتي وكعر ريبة أضيقي يودن تيبا هنجبها هي مركو دنتينا كوكالابا اللودي بي حلكي إسلامركي بما عمرين مركا حديث كسيداس وكعادي هاي تغليد ما هي وتكفير العبد الآبق إلى أرض الشرك من غير الضرورة معناها ساسحكو ألا كسيدنا ونقوتي وحاوة يمبا نانو الضومضو إن يدتك لها كعران أيوه واحد باتاء اللوغي سنين باب تحريم الشفاعة في الحدود وحبابي هاي حدك واجبي شروطي سيار كانت سؤوف صدي إن لقى إرقية إن حارانتها إن لقى إرقية إن حارانتها قال الله تبارك وتعالى الزانية تطيع زنيستير الليستير والزاني متكد الليستير فجلد كل واحد منهم 100 جلدة مدول بأيها كمدة بقول كرباش كله في المسلمين ولا تأخذكم إذا قوان بهما بالزانية والزاني رأفة دنقشو في دين الله في إقامة حد الله حدك إله إن لأوغو حد دنقشو يا سيدين قوان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا تهين كورهم يا الله إيو آخر با ليش هذا كورونا قصوم الرقعيد إن بدأ نسوي العلي إلا أتكو داشين باكو ترتا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله رأفة وحوي وغريزة طبيعية الرأفة الطبيعية لا يؤخذ عليها أصلا بإجماع المسلمين روح ابن آدم كواطنقنية قال يا مسلم مركز سلع يا سحرير وحلق حنون سأدركت واطنقنيس وضبنحي حقوق شركات واددية ما لقد دايك قوانيس ما اسكسي الدين والرأفة الطبيعية الرقة الطبيعية الرحمة الغريزية تاسي وحقلم التكليف او قدر الرسداء امال غوهي السمجر ولذلك قاعدة محايد متى ورد التكليف بغير مكتسب او بغير مقدور عليه تعين صرفه لسببه او لثمرته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بالله نومين او نهوشاس هاديماننا ودونك هادافينا يدنكم مسلمين هاي ميادك عانتين نكوشرا نهيغا سوحالو أوليا هاي سبب كي كيني لها إنا الإسلام كود دموت كود دالة وحيابها يا أسباب تكينتا حسن الخاتمة كود دالة خيرات كي وناغا كيني إنا الإسلام كود دموتان تعين صرفه لسببه لسببه إن بضم بان أو شاسي أن مثال لا إذن كان تنا كم إذا تنوى تعين صرفه لثمرته ولا تأخذكم بهما رأفة في دين لا يوام حي هذا غنينا ما وهذا غنى إنسانه
او دبعيسان او حد كما كلوفين وان نحريسانيسان نحريستا ييسن كينين ان اد حد كي اد فلون ويدان ان اد حد كي كغاسرتان اذا رحمه يا دنقشه لو ما ديدانه وحا لو ديد وما باودو اسكم علين كرتيدي وحا لو ديدان يا ان اي كينتو حد كي اله ان اد اوفين ويدو رافيا نحريس كينيس حد كي ان لا عطلو با لا ديدان أو شاسا ميشا مركا كجرتا سادرك حديثي حذيفة ابن اليمان عند أبي يعلى وحكيمت آخر وحالكين يا الدور إلهي وحكو أرانا يا هبلو من قاضي على كين يا حاكم قاضي هبلو مالك هبل وحتك قرد عين محل حتك وقوف فين ويد وحتك قرد ما يستري ويدي إلهي وأنا حريستي رحمة بعبادك أرانا يا قاضي أضون كذا أضن قضيو رحريس باي وكلفت إن أنا بلغ ما يسترن وش أنا كخفي فيه قاضي الله بعد بلك هنا يا سجون حدك وفيه لكن حدا في والحق بدن ومرير كرتمله أما أن لقوري روح كجراعي أما ماشي بقول له قط لقى الله بقول كلفت يا لك هنا يا أضونا هي بالمال لك حد كوب فينس محضر نافس أنت أنا وأنا حدي إله عران وعروضي وانا ديقا كو عروض الدين كذا درت او عروض ايضا درتا بان انك نجل عيي كوروحا لغو ارنا اياه الضوم ماذا ايضا ماذا ايقا نحريس بدن انيقا رب العالمين اها اي ابو ري اي ارحم الراحمين اها با حكومي انتا ان لغو نفتو مركا اضوكو كخفي فين ايسو اما حدكي ادقاسر ايسو اما ادقيب كقوين ايسو ما ايقا حنك اياه رب العالمين كان نحريس بدن اسكو دمات كي كلا وحا لورنيا ما رب العالمين با كان عبت ذنوبته ود كعر كل شيء مركا ادو حد كي دافيس انت راريس اي ليدا الله عران او عروي دين كادا نين كان اجلعيي فيؤمر فيؤمر بهما الى النار لابد النار تا لغينيا ها اسكو دين ان فلسفه لا تيماد ان نحاريس ترتيدا تا ويليس ادومها لو نحاريسناي ادوم الله كاغا نحاريس بدن دينت الله فعلونا يا دينت فعل هذا ذي وعروش هذا وحكا عربا الله حتى الشريعة هذا داف الضوم باتاي وحي لقدر قبو انت سالك عربا هذا تاكنا هكو دارين عدنا هكا قاسري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم قريش وحام مرشيي شأن المرأة المخزومية قريش وش وحكو عصات الله وقويس ربني مخزومي ربني هاشم بعد قريش يا عرب ما عصري دكت صار لها ولا تمدين شري إذا جبر ربني مخزومة وراس كل بعض قريش أي كف أنت ما يسيا يا وحدي أن قريش أهمهم محمر جي شأن المرأة المخزومية جبر دي ربني مخزوم أرن كذي فاطمة مثل الأسود بالورنج اللي جبر ما قعيد التي جبر داس وسرقت وحدي فقالوا وحيدة هذه حيقوا أن سيدنا مركين النبي هو إرجيا وإذا النبي الله ما أنتون عيبت أنا أستر عيبت هذا الله أستره نوسي دا قبرنا وركاسي إسكور راعين مركب حال واي وركاسي يا نبي محمد كلاه الله يا ما يعلق الجرس هو شيء لقوم ما باجر جير بات الشدي على دولي جير بات الشدي وباشن بيصدر النفط إنه كنتي أين باب إسي نحن كسمينا شورى شورى قد فدوين بقبتين والله كشري سان يلا ما كان يلا كان وحال ليدي سيده اوغو فيخان waxaa weey gambale el kor qorta in loo galiyo bisad oo markay xageen soo aado jalam jalam tintan maqalo aan gudaha gudadka kala galo hala kala yaaco raygaas lagu duugay qalinka waa la isku raacay laakiin waxaa layidhi jiirka u horeeyay isqarxinaya ee qorta inuu diyaarinay qorta u galaya yaan yoor waa kuma لأنك أصور نقول ما يصوبه عملي استشهادي لأنك أقلية نيكو كمبالي القادة بصدق وحرها هي وانين بيميوي والوحكو نعلو هاي اللهم النفس النفتي هوي مركا ما يعلق الجرس وهي وحيدة قريش هاوشا أصدقوا يا لكن كودي رنكر نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هاوشا كلها ذكر ورنكر بل قوردان فاطيم مثل الأسود النبي اللهم أنتون نودة حال يدي
زيد بن زيد بن عفوا أسامة بن زيد با نبي الله هذي كربس. فقالوا وحده ما يكلم فيها أي في شأنها قبرنا حالك إذا يا كله الله يا رسول الله. قالوا وحده ومن يشتري علي يكون يدرك النبي ويوقي نوجينا النبي ولا مرين كري إلا أسامة بن زيد. أسامة دويل كنبي سو كوريا علمه سئة إسكو هالله يبدأ النبي وكوكا بحبه وحبه وابن حبه هو أدنك وأقول جعله ويا تذكر أنا وكش على ودر دار ما كن ما لكم نف نف بحاي كي النبي محمد نف تكب حاي سان سود الاستاجي أنا عيدا كن النبي ويدي بي كأمد عيدا كجروف دشيء بحب النبي ودول وأباها نمن كدلي فلسطين ما لها دكتور تال قر نمن كجوا كفارة النصارى رشة صور دكو مقدر رسول حليل أباها أوصو أرجع نبر كسوقو غني بدنا نكيد عيدا كان النبي قدومي ورد بدنا الصحابة يرعنا ووي وعشر المبشرين هكذا بدنا كم يدو كتيرة يا النبي وحنون صلى الله عليه وسلم مرة الكل جري وحجاب كحجاب تيبة من عقل بدنا بها عيدا كبو هكية وسق النبي وحكم بخام أيه من بالحنون هكعاي من بدنا نبي توحنون سك إلهي عافية يا إني تيس هو أي جلس ما لك دبر الله شيء النبي وآد أليته وآد حنون سيا حتى وسن هل كرين وعطك حتى وحرمي حنون درتي ويمد النبي وسود الاستاج مركز النبي السلامي مدح النبي وكله الله مركز وقعنت يا قبتي بوري مركز وقعنت النبي وكرب تاجا مدح ويجا ساري بور كرب وسق هذا يك هذا أنا يوسف فورني حانو ملاي والنبي إنه يد عيني هركو تاجا بكذو يجا ساري لأنه هذا تعالى أبو زيد أسامة بن زيد إلى عمر أودي ذي إن ويلش لأك وحول اسمه أسامة بن زيد وحوسي لو كنا درهم بوسين شري مرة طبعاً كم بقارسي عبد الله بن عمر أي رجل نوع عاصنا تطبقون اللي حكم بوسين شري مركا يدا هذين أبو هدواس إذا زي أسامة نجمنا وينه هولها أنا ناقة كقف عينه كواس إذا وحوري باش أنا نعرف إن لقيم حق كيمي وأنا محمد حال كيس عليه الصلاة والسلام نو والبونا بيقول إذا كتش على حولها وإذا كبدنا إياه حور أبها وعمر عبد الله يو ينن كان أبيه زيدة نبي وحوج على زيد أديق عبد الله أسامة نبي وحوج على أسامة إذا اسمه ما يقول ومن مناقب عمر أو بكر سو مين أو شيء هذا تذكرنا وحوج وصف كهذا صو إسلامي عمار بن ياسر حولها والله اسمه يقول الدنيا نقيب سنة الناي دين ما قيب سنة نور أو بكر حنداء الدنيا الله قيب سنة وبلغ إلى حينه أو عمر رسول حول مايا نيم والبوحو وحكوه لها يا وحتركي زيو سيد اللوك لو ناقصني أعرابي هذا صود دقوا بوال على عقبيه يا هي السابق من الأول وحوصي مهيب هل كاسو أسوق مري عثمان وحكوس على طريقتي على طريقة أبو بكر الصديق بكوس عذي علي بخلافة قبطي على طريقة حكوا لابطي عفوا عثمان وحكوس على طريقة عمر عثمان عمر بو راعي علي بايمد ابو بكر بو كعلي ماشيس هاي طريقه ابو بكر با وافق سنيد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا وخوله وخي كو قيبن جيره كلو باهيده marka jirte iyo danta jirte ma eega jirin ruuxa iimaankiisa iyo wax tarkiisa degal diinti wa waxa soo galaya ikhlaas darra ku imanay ninka soo is qad qaadaya si xogo naxfiga loogu kordhiyo حب رسول الله رسول كذا يكون جعلاءها وابن حبه فكلمه أسامة أسامة نبي الله الله أسامة اسم قيقي ونبي اسكوها اللي فقال رسول الله رسول كلا يحيي دي بماله هي ويل كي باطاي أنا وأكوت على أبار وانش على لكن مشهد قشي ومال خطرة أتشفع وحد كير جين في حد من حدود الله وحد كير جين إسا حد إله حدود سكمل إن للرذون للفلنين ثم قام نبيك باستاغي فاختطب خطبه بالله منبر كيف بك استغنبه واسكو يري الصلاه الجامعه ثم قال وحور انما اهلك الذين قبلكم كويدن كهري النصارى يهود وحاها لاغو بابا شيء انهم كانوا وحي اهايه اذا سرق فيهم الشريف نن مقع على هدو وحده تركوه ودين جرين وحد كميسن اوفن جرين واذا سرق فيهم الضعيف مت أقدر أن سرق فيهم الضعيف مت أقدر أن هضوه وحضنه أقاموا عليه
الحد حذف كؤ فنجرين إن أول أما مقعل أما بقر أما علماء أما ملاقي النبضون هذو حاضو إن قد داير قليها نسك عادي عام الله ضيو حضانا ويبقنا بجرين نبي حلو وأيم الله الله نقول أرتاي لو أن فاطمة بنت محمد لو أن فاطمة بنت محمد فاطمة إن محمد هذي سرقت ودمر كأدوها كن ولا قبل أشرف بنيدو النسب وناك سنيت على الإطلاق لقطعت يدا قعنت أنا بقشر لابد حدود إله شغل كملها الشريف إيه وضيع ضعيف إيه قوي شغل كملها أدون إله ويا أدون كان ربوين اللي هستوجا نبي محمد يتلكينا وصحابتنا وفليالو وانت فلين لهيد لأيجي ما هي كان أكودو كان أكو سرية ولقد هوشا ويجرتا متفق عليه ولقد ويجرتا وردقا آدمه إكو آفي سنينو ننكي حقو مقع إيو راس حلوس بيضا هيانا إيه ويكح الشوطان ننكي أي مركب بيضا هيانا تنجل عصاينو يضعيف في هينا حدك إلهي بيكو وفيان وفي روايات فتلون وحامد أبو ويس بدل وجه رسول الله فقال وحوري صبنه أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة وحوري حالد عليس كي مركو الدريمي والنبي قلنا عرضي أركي خلطنا اللو قريي قريشنا أي ضغير استغفر لي يا رسول الله رسول الله دمدافع لي ويدي قال وحوري ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها نبي حوف رأيها وين إذا حدك لقوه فيه قعنتها لقوه قبلها طيب عاري ستي طب العارضة إنكير جيتنا والله شيقة أو وإذا دو حد ليشدنا روح وعاري ستي كدبنا إنكير أكون عداته كسارق بالله اعتبارنا يحنا بلا كتاكتي وإذا حد ما يحسارق الطوصي أهيضو انتي وحده أيا مركا لقوه قبطنا إنكير جيرتي سيدونا ونقول حدك هدو سوقارو إمامك وسوقارو لقم إرقين كارو إمامك قاضيك دولة فلين لهيد مربى هدي روحي حتى كل عيلة جارسيو لو ديبو وحكمو وح قيلة إيه وح إرجاء منا لقى ما أقوله وليه وامل عور كإرجية هذو حكم كجرمني لكن أنت ولي دولة اللو جينين إن الحرون تبولس كمسلمين تلا جينين قاضي اللو جينين أمير اللو جينين والي اللو جينين ولا إرجين كرا ولا إرجين كرا هذو يهاي نين أهل السطر أو أن لقوا أقون دجر إيه خيانة ده يهضم أن لقوا أقون هضم العركي كل لكن مجاهرين تا إن لقى إرجي ما بنانو أما دولة ده عنها كل دكتور أما وليها الله سيبه ده ساس يسلف هو كلا قادن أدلنا لا ده عط وحديثه معايا لي حد كان اللي أوفينا يعدون قرن ببركة وياه خير بوياه نبغوا حكس وكان هل حد اللي أوفيو أيه دتك الدنيا ده كنا لقدام أفرتن وابير الرب وصنكلاجين أفرتن وابير الرب وصنكلاجين وحاوغا خير بدن هل حد اللؤ فيه بركتي سي نبدي سي خير كيسة امرك الهي بفوريا اضمه غنا نقرينا اضم رب كخران كامر قاته اين نقرينا مركان ادونك وهاغاغيا والله واستقاموا على الطريقه لا اسقيناهم ماء غدا قوي ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم يعني الدين تقول الله طبقه شرعي يقول له فليو إلهي لقى عبسده دنتي ند الدنيا مد آخرها كجرت مركا لكن حتى دينك كعررتان وليقين من لبانيسان وليقين الدون كان طبقهم بالهانيسان آخرنا عذاب بإذن سوي نسأل الله السلام بابنا يعني التغوط في طريق الناس وحبابي يهربد الله يسكر يعني التغوط في طريق الناس اللي قصة حراضه اللي قدنا قدته ودوين كآدمه أي مرا يوظل مهوسس كوده يو موارد الماء هلوين كي يميلها بيها لغاقة أرورة علا شغضوين كي لغاقة أرورة وبياشا إيا لغاقة إيا قربوين كي إيا ونحو إحي الله مدى إحي الله مدى ميلا فرستة الله كدقو وميلا فرستة ما هوس ما ودنا ما لكن ولغو كبرو ذا ولغو شيكيستة ولغو فرستة لما أقول قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كوا إلهي كوا دبايا مؤمنين تايا مؤمنات كلاب يددوا دبايا وحيسا كسبا نكو دباتين ايا دنبي وين ايا بين أبورات عد بي دبركو أرتين آيات دور قربي سون نقطي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين اسك إلالية لبضا وحل عنده
labada shay labada sabab ee soo jeeda lacnada qaaloo waxay dhin nabi allow wama laacinaan inta kala garanay laacinaan nabi lumu labada shay wax lacnade ee iyagu dadka lacnada ee lacnada soo jeeda ama sabab lacnada noqdo maxay yihiin qaan nabi xur alladi waa midka koobaad waa midka yatakhalla ku dana gudanaya ku saxaroonaya ku kaajaya في طريق الناس يدك وضوضي أو في ذلهم يهرر كودي هوسس كودي رواه مسلم. إذن أحاديث بلن باباب كاس كوتيمت حديث بلن باباب كوتيمت إن لغو كاتشو إن لغو سحارودو إن لباتك لوجيستو إن لغح لك قرية قضح يوحنو عاصر الله ديكو إذن مسلمين تم يلاه دنا عام كاكو هايستا إن لغو لبالما أقولو waxaan laga soo reebayaa hooska waxa laga soo reebayaa hooska malahaadu u badan yahay in aan la isticmaalin hawd cidlaad joogtaaba hawd cidlaa oo geed wax harsanay jirin wadan aysan ku oolin waad danahaadu ku gudan kartaa bidaliil in nabi markaa qarku calayhi salaatu wasalaam darbi weyn oo xagga intuu ka maray ku dana gutay taana waxa weeye waxaan loo badinayaa in meel aan la isticmaalin ay ahayd wadada iyo hooska inta badan alleeda waa la isticmaalayaa malahaadu u badan ama aad hubto ويا وعيد كوحو خصية مالها كلامها وانا التحريم نهيها وانا التحريم سيدا راجعة كراهي وذا دكوحا مبارين ام بطنين ولا قصو قرشي نين معين وقبانا مارك بابنا يعني البول ونحو في الماء الراكد حبابي ريبي الله يسكر ريبي عن البول ونحوه كادئ يوحي لما يدود السحرية ديقي نجاسون في الماء الراكد بيها فردي ان لقو ريدو ولقو شبه biyaha fadhiyan soconayaan qulqulaynin in wax nijaasa ama dadka ay dhibsan hayaan lagu sameeyeen la ogalay aan jaabir radiyallahu ta'ala an anna rasuulullah sallallahu alayhi wasallam nahaa madhu ka reebay an yubala fil ma'i ar-raakid biyaha fadhiya in lagu kaajo sababan kana qalina aw kathiran bi ulayhi hal bay ka soo reebaano illa idha kana mustabhira baydahada biya badan oo bad oo kala haday yihiin xagana ay fadhiyaan waa banaantay dhe تذكر دليل بأوبانت دليل نقل أمجرى دليل معنوي أجرى ومحيك وضعان بيها فردية هي بيها سعودنا بكل قاضي وحدي ذي بيها فردية سعودنا سيدا قربوين كي على شيء بيها نوع عاسة إن لغو كاتشونا بقودي ذي وحان لقفا يمفهول مخالفة ودليل الخطاب لو يقانو بيها سعودة هذا يرى ذي إنان لكوهان إنين ويو سعود كاي سعودان يو طبعا ما شيء كذا طبعا ما نيان يو قال قال شذا سين نجاسة كاتور يان استحالة يقص ما نيان إذا نجاسة حمية شو أود بيلي كلاقات كا والنبي وكلاقات بيا سعودا بيا فردية يعني وحان كده هنا يدا هذه بيه يا رئيس سعودي يقول قول يا الله فصحي بيها فردية لم أنا هنا والله ميت وام وابط وكله الماء الراقد المستبحر بضه كله ولو كاتك أبي أفرد لكن أود وحيله إن نجاسة أي كذا قائم نقدان أكو باب بيا مرك وحيله معنى يهين به يرى إيش قل قول أي إلا هذا بيها فديهم بلدي ذا معناه سي قران سنة ودادو لكن ظاهر هو حاوي إن لا إله ليه ولا قف قاد بيوم ربع طيف فديان أيه وأنا أكسن حفاظا للمعنى لظاهر الحديث باب كراهة تفضيل الولد الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة عبابي هاي كراه شيخ عبري واسيد جمهور إيقابان التحريم كان راجعة جمهور المتأخرين من وجهنا أما جمهور السلف من الصحابة والتابعين تحريم كي عضينا إياه كراهة تفضيل الوالد والد كأنه أكلست كرديو إن لكهضه بعض أولاد عرسي بركض أسد كرديو على بعض بركل في الهبة وحسي اسمه إيا صدقة عن النعمان بشير لابع عرطي آده شيء هذا الصلب هذا أهو كوة الأوو أطاي لقمة الله كوة الأوو أطاي كوة أيد أطاي لقمة الله ولا لها لقمة الله أبيه لقمة الله كوة أعطى شيء يدري بيها لقمة الله عن النعمان بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أبيه أو بشير بن سعد بشير بن سعد أتى به رسول الله رسول كلاه أوكي يعني أنا يربو أباه صوح مباري بلو نبي إيكي فقال وحول أباه إني أنا والنبي الله نحلت وحنسي ابن نحلقه أما نحلده وشيء لقصيه من دون عوض ولا استحقاق النحل والنحلة والعطية والعطاء وأنا الشيء لقصيه
أظن وحبب بد أن لقى الربين أبال منا أن لقى دونين إيو إيب حقنا أن أي سنجن الصابات كم مضطي والعطية من غير عوض ولا استحقاق بالله إذا ذا المهم قصاور شيء نفك اللي وحد الحرج يسقرن بيسا وعوض ولا قربنا مجر منانشو مدنيه أنا مجر أبي ولد ما قلما قاين سكاسية إني أروه نحلت وحنسي ابني ويلكي هذا كان يبشي نعمانة غلاما أضون بنسيو كان اللي أنا جيها أضون رسولها بوسي فقال رسول الله رسولك لا يحيلي أكل ولدك أكل ولدك عرط هذا أولادك اللوجيدة عرط هذا ولدن بنحل توصيصي مثل هذا كانوا كله ويرش لا شيء نعمان أضون أضون كانوا كلام مسيس فقال وحول وذلك بشير من سعدها لا ما يمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوري فأرجع سوعشو هي بدأ سكامة جودينة سوعشو مربها دادن عرتي أرض شيء أرض أصي من رواية كلا هيدو وإيمان دونتا عرّ كلام ملأ ده أن كان يويل كان وحيت الماي رواياتكو نعمان وذلك كان بشير بن سعدة وذلك كان بشير بن سعدة وحور على قبلوا لها قبلوا علي ويل نعمان بأوجه الرئي نعمان مركو ده شيء يبير وين بوسي يدق تكفر حي ويل كرك كسر قرب بيرسي على تأويل حافظ بيرتبو كغنو حافظ حجر بيرتبو كغنو خذي إنه بيرسي هنا ورواية بتلمامي مركو مدد شو ويل كيسكت دل عن دلي يوضعي بيرد بيرو وين تاني وقت أنصار بير لقى ما كره بيرتبو كل عفته ويل وكغنو خذي مدد الله يسكت شو جي وأدم بو دقي بشير أقول كيس النعمان هاي يرى الضم بوسي هو يدي وحيد تري وعمر بنت الرواح الأورنجري هو يدي نعمان أبتقي وعبد الله بن رواح هو يدين وعمر بنت الرواح الأنصارية يا وحيد تري كاي لم هاي هذا كور بنت بيرسي سي هذا كان نقط الضم كان وقت كان نقط دونتا دارون شيء جيسو أضيو أنت تقول كي أدوس رعدان نبي جم مقراتي قلي إذا نبي جم مقراتي كي كمان نقوم كرتيد ساعة صورت كنتي أقول كان يا أبي سليم مدن صوبنا هو يدي بعد بعض كوت نبي ناقو ضي معلي يا رتير تي وضع منك كامل جودا هو ينك هو حلا أركب ما وحرق كألك هو نبتشره وسموك دي وحرق كألك أيوة نوقع عن خادين ساعد كوفرز من حساق كتر هذا والله نحقن راح كوستو الزواشة هؤلاء هو إذا كذا جي مرجع هؤلاء يدي بهاوشة قدام بيس وفي رواية فقال رسول الله رسولك وحيري أفعلت هذا صان مقصة ما يسي بولدك كلهم عرط هذا رنبا عرط هذا رنبا ليدي مسيس حولان قال الله بور من أبلو مسين إنه وعدنا نبى الله مسي لكن وانسين دونا إن شاء الله سماه اللي نقيل مدة يزي عنا ير ما مض نيجا سماه اللي ما أول ير العنانت إسلام مركا وحدونا يا إن نمركا على قبط وكسبت ما إن شاء الله يجون ونها جين دونا نبى الله بالك ورمبوري لا دون سماه اتقوا الله إلهي كعب صدا ما أقوله نيجا سماه اللي إذا يأذوا النبي هاي إن خلاص قبطنا ما أقوله وأقيل بحيني قيس دبضون اتقوا الله سحاب لك وحمي نبي الله ملها عروك لما سنين كم بزنزي اتقوا الله إلهي نبيك عبسده وعدلوا في أولادكم عرتن أقرصورة رحد حاط النقضة هاوك لأي حننا فرجع أبي أباه بصور الله بطي فرد تلك الصدقة حوله أسيين وعش ذي هي بدوي صدقة وحكمك عبي سحابه وفي رواية فقال رسول الله يا بشير بشير بن سعد ألك ولد سوى هذا أبط مليد هاي أن كان هاي ولد ويل مليد هاي أن كان هاي فقال نعم تاريخ كتب وتواريخ والسير وحيشي ويل النعمان كائن بشير بن صندلين ولد مرك أبط بالوجه رقي دمر وحدون هنقضي فقال وحوري نعم بوري قال نبي وحوري كلهم وهبت لهم مثل هذا رما أنتود أضون كانوا كلام مسيس سيد النعمان روسي سوكلي قال لا نبي الله مسيس قال نبي حوري فلا تشهدني هاي مرقلين إذن هدبا هدادا عررت أسي من سسمد إهبدي هديدي أنيقا هاي مخراتي قشان محاجة النبي الله يديد مخراتي قشيقا فإني لا أشهد على جور
عدالة درانو كما مخراتي كعو الجور ومعي ونقيض العدل نقيض العدل العدل وواجب في كل حال اسكو هذا عدل مستحب مجره عدل هو واجب عدالة وجدالك إن لو قرصور دمر عرّ هذا الشيء مسلمين كلي حاجي يقر عدالة صناء مجرته كل عدل هي وواجب فرض عين وي عدالة الرم حكسور جيدة عدالة حكسور جيدة الجور أي حشو نبي حور أنا وعي حش كما مقرات دم كما مقرات قلي وناقي حق من كمرات قلا وفي رواية لا تشدني على جور هاي مرقشن أي حقي قردر رواية كلا حد يقول لي وحكو تميد فإني لا أشهد إلا على حق فإني لا أشهد إلا على حق حق بنا كما قال نبي إلهي بار رسول بار أي محل يقول لما أقتي إن عدد درآن يو أي حقا كما قرات قلو كما قرات النقضة وفي رواية أشهد على هذا غيري مخاتي قلي هوشاني أحد أنا كأي وأمر أمر كيلورن جري أمر التهديد وي هاكو خلدمي وهذا وين باكو خلدمي والرواية كان جمعنيني والباب إذا لم تجمع طرقه لم تبين لم يتبين هذان حديث كطرق سلا أروري عند أهل الحديث كأحمد وابن المديني والدارقطني والخطيب وحاوي لما فهمه صورة متكاملة على الربا هذا مركا ميل وحكرعه هل نور شيء وحلو ما قيبسته حكت على أروريا ساد حكت ما يسترون هشوا أحاديثنا روايات كذا على أروريا سيد عرضي ورما يسترعوا هشوا أشهد على هذا على غيري ولد حك فهمين ويسكبرنا أنت لكن النبي واقه صدقه وسيد وقفان تي هذا يباش هذا ممنوع تاي نبي ومرده هين عد كلها لمراتي قلي أمر التهديد وي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وي قلت متع بكفرك وي إذن أمر التهديد وي بدليل لا تشدني على جور فإني لا أشهد على جور فإني لا أشهد إلا على حق اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في أولادكم حقيقة لك يا نصوص تفسر إيسا نصوص تعضير إيسا ثم قال نبي حويري أيسركم كفر حقلنا يا متعشهي أن يكونوا إليك إني عرضتكم النقضان في البر حق باري النمت كي إحسانك يواناك سواء كويسكم ماذا رمان توت وحي هذا الشيء لبي يردك با إني عرور باري أكون نقضان ويكوس النظام متعشي ها هذا بعض محد أحد أبو الله بيس ما هذا أبوك لا يحن وحسين تما أسين تد قال سحاب البلاء نبي الله واتشع له قال نبي حبيب فلا إذن هذا بعض سيدات وتعشى إني وذا ونك سنادان ويباري هو ذا النقضان هي. أظهنا عدالة الرحك والرق من متفق عليه حديث كان مركب عام بشير أبو بكر عمر عثمان عبد الرحمن بن عوف كل سيدة سيقول رقمين حق التابعين مجاهد ابن سيرين عطاء ابن أبي الرباح عروة بن الزبير سعيد المصيب كل سيدة سيقول رقمين وهبة باطلة لا تنعقد به أركان لأنه جور يظلم ولذلك سيدة الراجحة وحاوي من حيث الدليل أبوها ضو حوله عرورته أقيبيه أقيب أقضيه أما قيب أكإحسان أكل أنته لما وحو سمييي ورد والعين يميرات إذا حلبون قليا من حيث الدليل هذو قسم عدالة قيب وايو ولا نقيا سيدا كتاب كالربك أقبال أقيبيني هبدا أنا ما أصحن لأنه جو جونا شرعه ما أقول أنا قرته حكم شرعه كهريمي وحكم شرع الإحسان يمت لكن وذادو شافع كم دي هاي فقرأ أشهد هذا على غيري بيكو خلدمين روايتك حديثك موسى جمعين مالكية قيبة كم ذا كن راعي أبو حنيفة كن راعي لكن أحمد إسحاق يا أوزاعي يا الليث بن سعد أبو ثور المنذر يا رقب فن يا قرة ابن حزم بحث ديرو هذا كؤر كين كتبت كلها لها مثل هذا صدرت حافن حجر دقدي يا حريف نبي سو حكم ذا وذا كان ابن حزم ورديو دان وركود انتوك يعني وهذاك ابن حزم وكردي يصن مره وترن هذاك ابن حزم بخلاصيه وكردي وكبابيه
بحدير بالها كجيره فعبارقه دحديك لمبركيس ودي سي او لابطه اما ابن حزم مجلد 13 صفحه ده بقول سغاشان فرك مراجعيه انا مساله ده كل 618 بحثك آخرية أدو قيمة بدنية عدالة صناعة مجرد عدالة ميول بيكوتي ما دوا واجب وفرض عين جور كراهانا مجره كل جور وظلم وانا حاران يا مسألة رقم كذا يكون لحب قول طبان يكو كتاب الهبة كوكينا أدو آخرية بحثك آدير إسكا إلالية وبدكينو إذن كأسكود هذا كور بمحن يردار عرطو عرر يا أولاد ولا وضع ده شيء أو إسكو حنا إسكو اللي توالد بكتم بي ديبو فيري تاريخ داس ما لين كوالد كو بالله عروت قيب كمدة نوسد كرديو وير أحده يجون ويحمينا يان هذا وضع بيقوق هذا يان والد كبر رجيسي إحسان كذا مال بيك قد عيان المها عقدة باقلي هو يدي أبي عقدة قاضي ولا ليه بعقدة قاضي وأكل لك دمانا يان وحد مقال كوكو له أنا هبل وحام ولا صعنا أنت والد كنولي ما أنا كرد أنت نو الباء الباب كيسو كبع هاي عرته وإن والدك عدالة إحسان يوناك وكل رق موسى يسوق على ذات أسوقنا وبد بعد آخر يا دم أو شاس يالله قال باب التحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام حبابي هنا حارنت هو نيدو إن أي أصيقة دام إسبهان بيسو أما إسبساس سو على ميت روح دنتي فوق 3 أيام صدح مال مضوح كبدا إلا على زوجة ننك يذنب وينسي يذي 4 أشهر و10 أيام أيضا أفر بلود يطوانها من بلو أقول يعني إسبساسسو عن زينب حدادكو وهوين يذو وكتك تؤن زينة دي حرق هذا وحكا لما درقوني أمالها درقوني وأصيل ليدا أما قبرد إسكو بساسسو مجران شريعة دينا وحاوي جيرو علوس باتمد وغيري با مشى كب حي جبرد إني مجسون كلية مصيبة ضع يدفك ضع كلية كم وغضه أمبل الدون يا إيه ما أها أمحلقة وضع حرقة ضع أمبي يري يرينيس حرقة ضع نرك هذا قر حسن برفون كي عذرك إلا ما شذا فربضن إن ركوا ولا شذا وحيابها حلق الله حرقون ويا الله سمايون بيسك دينيس هون يقول كده شوكته أمبي أها أمبي ودق ميس ويقبيسني ويفيران ويشان ليسن وحيسلام وقبسلام بيقبسن سو حرقي حرق الان مجرار ما لما اروز كاده يسان وحي قبل وصميان وبي توجيري اما ما كي ولاد كيسكو ديارانس قبل دمر كوحي سامين بالو توجين هواني عادم بايس كدي درقوني انا مجر مد مدو ولا مد عب سمالي دو وحي حراتا در عد بي حراتا ضد در مدو بي حدار افريكان كينا نحجو در مدو بي حدان ارتين مموية قاري ميد كودو قادو مدوية صندوق ومدوية كو ميد كودو ودو مدوية ميل مدو بالله وضايه مركا امتحان وي وحضروا وقوني ما جيران ما حرقاده زينده بلعدهم بيسكي دمر بسكي الى النيه عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنها قال وحيت دخلت وحنقل على ام حبيبه رضي الله تعالى عنها زوج النبي ام حبيبه والنبي حاسك زايد بن قلي حين وقت توفي يلا وفصدي وحجابتي ابوها ابهت أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه صدنا إلى بده جرد وقريودي صدنا صدحنا والله الشيخة صدنا إلى بده جرد أيوب قري أبو سفيان أم حبيبة أبه فدعت وحي عصت أجيرة أم حبيبة بطيب شيء قوم بأجيرة وفيه أي كجرته صفرة خلوق عذر درم أو لسكوت دراي وشالا خلوق وعذر كولا إزمديان وعذر سيدي كريمك وكله كوجود دقيا عذر كي نقول سليل لما صار تقانا نعمل سيدي عن قوشك أو كله اسمريه تري تري وخلق الله هذا وكريمك وكله عذر كله عندي تري أنا بطيب وعد قوم بوي رتو فيه كجرو صفرة خلوق عذر كله تعالى أو يلوة أو غيري أما عذر إسك عادون عذر كله هاي يعني شيء تقول وعذر بيتراكينا ويل كيسي بيسوقات فدهنت منه وحي اوغا سبكتو كم اوغا عدريساي جاريه غبل يرو اكجوكت ويلك اسغا عدر كو جيراي بينتي فراها غليساي غبل يلو جوكت عمريساي ما كو سو هاري رو عدر مريي او فراها غليس عدر كو سو هاري ما يدغول ثم مسد وحي مريسو سا اوغو جيداي بعارضيها لبد دما بي كو عارضكو وا دغلك يا دغت انتو دخايسا دبنكاس اي دفورديسا عمرساتاي ثم قال وحي جيري والله الله قدرت ما لي بالطيب من حاجه
إلا بأن كل دارته وح باه باه أو مقبو عذر يودقول غيرها سيئشة. أني سمعت رسول الله رسولك من يقول أصدق ولا على المنبر منبر كم بدنا كلم سيد كيس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هويني الله يا آخره ما يسوم بنانه أن تحد إن يسوب بصاصيسه أما أصيقاد على ميت أحد انتي فوق ثلاث ليال صدح بين وح كبدا بصاص يحقوق مرق إن لقدر يا ملما أقوله هويني الله يا آخره ما يسي ميت انتي درتي صدح بين وح كبدا إلا على زوج نينك هذه صيغة ودنتي مويت ومحلوه قل يا صو أربعة أشهر وعشرة طبعاً عفواً أفر بلودي طبعاً هبين. قالت زينب حتى بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها ثم دخلت وحانو قال واقداً على زينب بنت جحش بانو قال رضي الله تعالى عنها حين وقت توفي الله أفسدي أخوها ولك عبد الله بن جحش ويهي مي عبيد الله بن جحش ويهي مي وننك لي أو زينب وراني حقه هو أما حق النقمة على الشيخ لأنه من حيث التاريخ عبيد الله نواكير يهي اللي سيدي أي زينب شيخ عبد الله هنا زينب وكدا وين وكه الرئي ما بيسو قارن بقى مركوا إن لقوا فسره وذات كلو زينب ولالك هو أما حقه هي كلا ولالا أما النقمة كلا ولالا حين توفي أخوها ولالك مركوا قيريوذي فدعت وحي عطسطوية رتيضنا زينب سيدي ومحبيبة أي شوكة لبطيب شيء تقوم بعطتي فمسد منه وحبي كتابته وحبي اسكمريسي ثم قال وحيته والله الله قدرته ما لبطيب من حاجة أدقي وحبها تقول وحدنا أغمليه دنائي ما هيسو غيرها سيشاء أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يعني هو يدن ومحبيبة هي زينب بنت جحش ويدن هو يمكن كميدة محال الربا كل وحي الربان إن كتوسان إن نبي أمرك سفول ليا وحي ديب سمر إنها يان هذا باه وما قوان لكن يان نبي أمرك سين يفولي يان حقا أن لقدر من بصاص أي الربان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إن يسب بصاصه أما وصيقات على ميت فوق ثلاث أحد تصدح بروح كبدا إلا على زوج زوج دشي موين أربعة أشهر وعشرة أفر بلودي وتبنها بين إلا سبب صاصي أي سنة أي بصاصنا محل جودة وحيم كتج ساجبرد وتوجني سا حرقة ذي الزينة ذا مركع عادي جاب استعمال سا سليدة هو مرسن أن مركع عرفت أن لهين أن عرض عذر أن ودنين باب التحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان عبابي هاي تحريم بيع الحاضر للبادي نك جرو تشوج مقالة تشوج أنا حاران تاي نك ريميو كرك إمات كويبيو بدي عمرك اللوب بهاي وسوق اللوب بهاي هاي يو تلقي الركبان يو سفر الله لقوه هرتقو أو سوقي هر مال كب حسن المجال هذا أف كذا كر لقوه هرتقو يو البيع على بيع أخيه ولا لك إن الحقد والإبستان حاران لسكر أي حاران تاي والخطبة على خطبة أخيه دوند ولك وهوين دوني إن أتقدم الدونتو خطبة بكسر الخاء وجور كمرك الدونتو يتجبر دونتو بالضم الخائنة و يدك الله خطبه وكلام الخطيب للناس الا ان ياذن انك خطيبك انه دونمي مد كاس دك خطبين خطيب بالا يدا مد كدمر كدونه خطيب بالا فرق بقى ودخيا خطيب وانك وريد دونيا خطبين قنيسا وشيسونا انك انه الله هي متكلم كان خطيب بالا يدا وركيزونا خطبه وي او يرد امه او يرد امه للرديو لديده ولا ما غدان كوسين من انا دقه انت بين حرامته محلو ديديا مسلمين تدخلوا وخي كينيا شقاق يا خلاف يا اصنع يا كدمش يا عداوات النبي وديدين عن انس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله رسول الله مدو خو كريبه ان يبيع ان اوغدو حاضر ريمغال لباد ريمي نين ريمي خوله وته ان تر وركه قال خوله ان يدي انا كو هيني سير سير بان كوغو ايبنيا كل ما انكو سوق فيعن يبا وخو غدهايا هدي كلي ما أنت والله حابنايا وإن كان هذا رمي كركي مد سوق يمد أخاه أخ الحاضر لأبيه وأمه هو يدا بأباه حتى طيد لين لما أقول ولا الكعبة الله كده جنينك حولها وده الرمي جا الله كده جي أدون هذا الرمي قال طاي أبدا أنا وضعه عن كوابن بدل وقت ينادي نينك الرمي كي مادة حوري سي أسق الحكومة هجاء هيا ولا الكيس مقالة سيد شويب قرشها صدوم وإنه قط من أنه قنبه قال الله عليه الصلاة والسلام متفق عليه
لماذا علاج حديث كلا عدي دعوا الناس حديث مسلم دعوا الناس دعوا عباد الله أو دعوا العبادة يرزق الله بعضهم من بعض وحاشر ده لكن شيء السجائر هي شيء سوق اللي وجبها هي شيء إسكية اللي هدوية وملك استلقيها لا هي لما لا يدين فقاد معنا أحاديث علاج الوعي اللي يبي قرآن صدق وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا هكهر تجنا السلع بدعوينك حتى يهبط إلى الأسواق بها أيضا إلى الأسواق سوقها اللي كيني إلى سيلتها اللي كيني أفافك كوري مغالوينك أفك وذكر هكهر تجنا سوقا كان عصتت السوق هاتشوغين هلك هاتشوغين إلى ألابت اللي كيني يبدع اللي كيني متفقون عليه كهرتك وحكيني إن الأضوء الدنيسته dadkii ku hortagay bas hadanaysanaya umada kale iyo suuq weynaa iyo dukaamada iyo dadkii sayladii si fadhiy dilalay ganacsato kale kulli waa rafaadaya marka shariicadan waxa lagu yaqaanaa danta gudan ee hormariso ay ka hormariso danta khaaska dadkan horbaxayaynaa waa danaystayaal khaas ah suuqna dan gudbu mad u haya marka danta gud baa la eegaya waxa shardi ah laakiin nafsa shay cilada hore in waxa laga hortagay uu yahay شيء دف نادر ومض أول باهنتها هاي هذا يعني هو كلاتها ملك استوى تال أم أقولي أي تال ملك استوى تال ما أقول لكم مثال هذا أقولي سمع اللوك يعني وش إنه هذا سواه اللوك يعني هاي لكن مرتين كرو متفق وهو نادر أو اللوك بهني هاي والله كلا حدا يوينيت لكن شيء مل بيا له غالي بهدوية هاي دم على إليه فقال وعن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا هكورتين الركبان ضدك صعوت السفر كحولها وضع ولا يبيع حاضر في مقال يسنو ابن لباد رمية فقال له طاووس طاووس من كيسان بوحكوي ابن عباس ما لا يبيع ما لا يبيع حاضر لباد معنى ذو محيطه ما معنى لا يبيع حاضر لباد في مقال يسنو قد رمية وابن محال قوضة قال ابن عباس وحكوي لا يكون له سمسارا دلال يصنون قنين إن ضي يصنون قنين سوقا كلا تصا نيف البوحي لابن يا أنا أكو حجن أنا أكو هبين سوق سمسار كنا وانك ود حيا مشتري بايع سماسير لو جمعية لا يكون له سمسارا ما قع سمسار كا نبقى أب حيي واجهر ما عيك لي لهان شيران لو أي مركب كرفادي شري لا يكون له يصنون قنين نينك رمغال كو كي ربديها سمسارن دلال يسو نكونين ما دلال بام سو دلال هرت ما دلال با شديلك ولا كربايا وفيه لغتان وي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله رسول الله مد و خو كريبه ان يبيع انه او غدا حاضر رمغال بلد جوغي لباد حاضركم ما هو نسي مغالده دغنا وها شرط انه سكاسي هورين بالربا أنا مثلاً بيل بمجال زيت شوقي إبان كلا فهمي كربة كتيمت حاضر بانقونية إلا مقيم بان هاي لباد ننكر قيمة ماني حديث كون صوم مرة باب كلا واتني تضباط بينك صوم مرة لباب بقول صدنا يشان حديث كان أبي هريرة ولا تناجى شو هاي سفلسينا فلسادنا وسمى لوي تقانا شيء هذا ربين إن قيمي سكر وقادو يكدم ناضو قبح صوتني منكي وعيب زلها ولا يبيع الرجل على بيع اخيه نين ولكي نين كلا يسكت القر يكو يبين توام عبادتك بدا على ودي انا نين وحكي يبسنيا ورسك دعيسان انا عيسان كفي عنا يه ورغادي سي كو كانا كفي عنا مرك وحاي فليس هيو سدباتينيا تلك بدا على ودي ولا يخطب يوسف روح مسلم كدون هوين على خطبه اخيه ولا هوين دون او لو اوغيهاي ايدون اي ادنتي اما ان لديدين هكذا بتجن عقد بكينيسا هيب الباقوا ده يجي قرص ده بيتجيس ركبة إسكول لا يا آك يتجيس باش مسلمين كاد ينتهي كينيس ولي أري حنون حريم باتي كامارتها وحاول وليش عرضت على قبسين أبيهن هو يد هذا القرآن وقعد عيب تجنن هاي هو يد أنا لا يقعد عيب وأيضا هرينن ما رحمان هرينو ولا تسأل المرأة هوين ديسن ويديسن طلاق أختها وراشد إن لفره هوين إلا شكان سني آمد لقب تيدون هنقط أنا قبرت فر إسلام هذا ما يربط أنا قا أنا هبل وده شو قم منه بضم حاكو قلي
نينك هذا لا دقم كرتن لا دقم هذه كرنا رجوا بدنيا محاير هيك ودمنيس لتكفى سئو رجوا تدرتت ما في إنائها وراشد ويل كذا وحي كتشرة فإن الله ما كتب الله لها بحديك روايس كمذا وحي أحد والبوق وري ربي وقدري به ليس وحب شرطها كرد جنن هبل ما يربطوا ما يجعشها ها هبل فر أنا وإسلام تعلم هالشيء نيجي وهونك الصومالي ويكون بطن تاعي كوه كلا دون ما قاني أو شو أدب يكون بطن تمر كلا جورسنا يجي تقول زي قبيب وركه ويكون بطنية وحاران ما بنانه وهنجر حمو وجنيمو وقدر كلا هذا آمن يدور بعرف كسوته قفل بعرف كسوله هاي ما ملك الله إسكاله نين كان هذا الدين تيسي الدنيا تيسي وأنا جيسون سكوبسو مع السلام ولا تسعي المرأة هو يسن نينك كو كعطنين طلاق أختها وراشد إن لا فروه لتكفى سيؤرقو تقدرته وقم بيسته ما في إنايا لذلك لتستفرغ صحفتها حرارة سيؤرقو تقم بيسته رقم حموي حلف قادبا الليلة تنتهدي بإليه مع السلام وفي رواية قال رواية وحاكوتي من حديثك أوليها نبي أنه عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا أنه أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي كورت جدا لكورت تتكب بذي عضو وضع إيه كل يوم كسفر كأي نبي بديدي وأن يبتاع المهاجر نك مهاجر كيس يجوا مشان يبيو للعربي كره مقال رمي قال مهاجر كمنا وال الحاضر وي وحوك نبي ما ذكر ربي وأن تشتري دائنا يقابس تو شرد كذا قطو المرأة هواني جور كذا أما قبيد هذا طلاق أختها ولاشت طلاق أختها ولاشت إن لفروه وحوك لو ما النبي كره وأن يستأمر الرجل يكون جرجريو على سوم أخيه ولا لك جرجرنتيسي مشتري بسوي اجتاج أردم حقيقة سينا إذا أنت من كاسر ورمي أنا كاسر بقول سقاش يسوي علي وهذا سوي إن إز جربيان قليه وحيب سنية أما إز جربيان قليه وحلاقي يب سنية لا ما أقوله وأنها نبو مدو حكر أبي عن النجس نجس إسفلساد الإسفلسو شيء بدأ عادي قيمة اللي كرديو أنا أنت أقدر ولي بشيء قال الناديو أيها كتم هذا فلسادو أنا أنت كاسين أيه هي ما أنا لباتن كاسين أيه زمان ما قين ما قريها كله سواء إسكوس من سمالي هذا قريان بلوت كان وحمر هاي سجاشن مليون بمر هاي بقول إذا كنتم بال يتجي هبل بسوق له توم بقدر أي مثل توم قدر أي قري قيميس وسديتناها بقول لباتن بالله فاسحي قري قيميس وكنتناها والسكع عربيه والوتر تمايو هبل بير راح ما يكون راح لب بقول مليون سوف يجينا يزيل بلو ديرو سكالا هذا 100 باي 50 يا الله بقول يسديت المليون مرة أدونك ميلا أركيم معه ماشي كان يقوى دار أنا وحي لك أتقحي لهذين المنزوغة يا إن قريها إذا كور رسال الله وعن وحسيس عنك رمبا هذا قوليها أن كي بسميوين كي قريها قيمي هدي لك يونو بلو ديرو دار لو بقول لو بقول من يكوي بسنة ساتي قيميان كنت مليون صد مليون ويل ودديسا قاب كوي هاي باحديسي سبيس كيسا ماشو كديسني هاي هدي لا قيمه وا كونتن حنا يبسن انسان لبا بقول يسيديت لبا بقول يلحدا انا وما لا يابي خولها تلو ياد كاسو دحدار حقيقه كينتا ما مشينا ايدين يا لاد كو داوا عدا نبي قال لا يابي وداد هوني ميرسدي يا وحو محمد هيرو غدغت غبدا خولي وحان إن هلا جو حود ذهب أه نبوا عروض يعود ذهب كم قوية قص قرطان حياة مير كنت على ليك مير خفيف على الرباي بقى حد ذهب محوية لما بقول إيه لحدا مليون بلاد ير هذا وحفرتك في غم هاي وأنا قد دارين لما بقول إيه لحدا مليون ما كان مرها يبغى الله يابا ومضي سعر بر رفاد سفلسات وأجد محاط بلو سلايسان قاريال سكول فتان إس سحرتان قال هذا من سكول ليسا هذا صعته وحنا بيك على رأي ديدنا صوصا ما والتصرية إن حولها لجاح شو تصرية دوا ناف كود ع كعريس إن مقشي سنوجا كدمنا لبها بنسدح بنتي الله بري عنا ذو بررتو ونمد ناف كنا بعدي أي عنا بدن ناف كوا عنا ذو الوالة يا سوق الكيني في مية دعانا لقى رعي وقاسي يبزن هيا هذا مكان لقي هل همين لسوا ومجامبا ilmi hada ya allah u korsan karta wax laga dheefe ma jiro wa tasri wa khayani gishi wa tasri tuhulaha in la gaxsho
oo lagu qaaimo muslimiinta inuu nabigu waa diiday muttafaqun alayh وعن ابن رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض بركين بركين وحكود الايبين كدل بايعين كغرغرين ولا يخطب على خطبه اخيه ولا لك قبره دوين سكد بدون ولا سكان سنكرا لكن تزددي وا ما هي قبر نك وا غلطت اي غرسان بي ديار سوين ريرك وا ورك كورقبه وا لسيي هوشا اسكو دوان قبر دونن اسكو دوان هدي لكن ولبا وأرجوكي سيديبني ترتنكو حكاكال أما هلو يالو أما هلو ديدو ما كادق اللو يالها يانا وحاشر دي أما ترتم يسو وعالك حكم شيكرت ياكل فكان سيديبل إنا لله وإنا راجع صوانا سبت غاني حوز كود دي يانو فدل لعيو ننجي ماشي كود جريع صورة قبل فكان سنية أو شاوة حاران لما أقول روح مسلم قعيبتي سي إيو هولي سمى قالي كرت ياكو ويدي ورطا ياكو ويدي ستيبوري أدو ياكو درس أو شايدا adiga iska warbixad oo dunta amaan waxa la dhiibo laakiin ninka afaris ma gali kartid waa xaraan khayaano illa an ya'dana lahu inu asagu fasaxan mooye waran ugu wadhiil aan doonay i joogtay warkeed waa ka baxay bilow shukaanso dhiibo hawsha inu asagu ku dhaam mooye muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu muslim wa an uqba ibn amir radiyallahu ta'ala anhu anna rasul sallallahu alayhi wasallam qala المؤمن أخو المؤمن نبي قال كاسو كو تابتي روح مؤمن كا ككل ولا الكيوي مؤمن كلا ولا اسكوين ولا اسم نكران اسم خائمان اسم الظلمان اسكو ما حد قدبان ويس إلاليان ويس نقضان ويس دوران هذا يسيد أتهاي أو مسلم كستا ككل ولا الويهاي فلا يحل لمؤمن مؤمن وما بنانو أن يبتاع على بيع أخي حديثه وحاكو جرة إلا أنت تسوسعتين قال هذا فلسي كراه gabadhay dooneen waa laga daba dooni kara ayagoo la siiyay oo meherki bas gaaday yaa fadlo luucin karta waxa laga hadlay waa xaqul muslim ala muslim baada gaalada soomaa faylka la dhiibo haba wareegaysani la yahilu lil mu'min qul huwa dhan wa kharaja makhraj al ghalib wa diidna waxaan leenahay ala su fil quyudi an takuna lil ihtiraz وصف مؤمن مسلم وكل عينيه وكل احترازيه قال هذا الا ذا كو عدين المؤمن اخو المؤمن الا ذا كو عدين النبي وكل عينيه قررت اغنت مقدمه النبي دغه با قتسيس هاولهان واحكام مسلمين تا ادخيه اما قالوا هذان لفهد كبقين ودو عبسنين هاولهان يا لغا بدين فلا يحل المؤمن ان يبتاع على بيع اخيه مؤمن وما بنانا انه وخ كدل قد ام كدل ايبيو والكي بيعيس ولا يخطب انه كد كدب دونا لو ما اوغلو على خطبه اخي حتى يدر الى الروح كتوغا سو كبخو كو فسخو حتى الى الا يدن له راكتو سيس رواه مسلم والله سبحانه وتعالى اعلم.